لو سوفونير اللي عندك مع الجمهور ما عجبكش ولو سوفونير اللي عندك مع عمرك ما تنساه فشي بلاد ولا في المغرب ولا المهم حفله في حفله سوفونير لي مو سوفونير زوين سوفونير خايب هو واحد واحد المتابعه سعوديه ماشي هو ماشي عليا انا مي كان مع عمر جو بونس في البدايات كانت ضربات ايديها وصوره لعمر فيديو كم كوا ها انت ما بغيتيش تجاوبني انا ضربت ايدي فهو حاجه اللي كانت ألمتنا بزاف و وما حملناش وحاولنا نجيبوا الرقم غير باش نهضروا عليها ونهضروا معاها ويعني تم التواصل معاها فهذا الشيء خلانا انه نكونوا قرب من لي فانز ديالنا اكثر وحتى ملي كيكون مثلا شي فان ضربات يدها على ود عمر وي كاين هذا الجنون في الجمهور كاين انا كيفاش كنتعامل مع هاد الناس اللي هما دي فانز اللي سيبغوك بزاف اي واحد من اللي كيشوف شي واحد مشهور هذاك اللي كيبغي كيتلاقى معاه تبرد شويه انا تنحاول انه اي واحد كنشوفه يعني اوبسست كي يعني كنحاول انه نتلاقاو به باش شويه غير كوميم شويه يبرد فهذه اللي هاد الحوايج اللي انا يعني تنحاول باش يعني باش ما يبقاوش تري بيان انا قلتي لي الاخبار ولان اول مره كنسمع بان شي حد ضرب يدو على عمر كنسمعوا هادشي في امريكا كنسمعوا بان البنات سورتو الصغار صغيره هاد البنيته 13 14 عام دائما لي جون تيكون عندهم شي شويه حب ماشي بالعقل وي فوالا الفنان ديالهم كيبقاو يديروا لي رياكسيون نيمبورت كومون وفين ما ولكن هنا كيرجع دور الاباء يكونوا معاهم وي. ويكونوا حاضرين معاهم وي. واخا رجعوا شي شويه لو سوفونير اللي زوين ما عمرك ما تنساه لو سوفونير هما كاينين بزاف صراحه زوينين مي ما تنعقلش كاينين بزاف زوينين كاين زوينين هو زوين عند الفنان ويتلاقى مع الجمهور ويتفاعلوا معك الجمهور وتغني معك اغانيك